بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم دكتور محمود حسين، أستاذ مساعد في كلية الهندسة جامعة الملك خالد، عشان نكمل كورس السويل استابلايزيشن الذي يدرس للمستوى العاشر من قسم الهندسة المدنية. إن شاء الله اليوم سوف نتعرض لآخر شابتر من هذا الكورس، وهو Soil Stabilization Methods. أول part هنتكلم عليه في هذا الشابتر هنتكلم عن Soil Stabilization Meaning, Basic Principles of Soil Stabilization و Types of Stabilizations. Definition. ما المقصود بكلمة stabilization أو التثبيت؟ Stabilization is the process of blending and mixing materials with the soil to improve certain properties of the soil. يعني التثبيت هي عملية خلط مع مواد مع التربة لتحسين خواص معينة من هذه التربة. The process may include the blending of soils to achieve a desired gradation. يعني أنا عايز أحقق تدرج مطلوب. Or the mixing of commercially available additives. يعني هضيف عليها مواد تجارية إضافية that may alter the gradation. يعني ممكن تغير الجراديشن بتاع السويل او التيكتشر بتاعها النسيج بتاعها او البلاستيستي اللي هي اللدونة بتاعتها or act as a binder for cementation of the soil. So why soil improvement? ليه احنا بنعمل soil improvement ديت؟ To increase bearing capacity and stability عشان avoid failure عشان نتجنب الانهيار. يبقى احنا لما هنزود البيرينج كاباسيتي او قدره تحمل التربه وثباتها مش هيحصل انهيار. تاني حاجه او تاني نقطه to reduce post construction settlements. انا مش عايز هبوط يحصل للمنشات. to reduce liquefaction risk. وطبعا مخاطر الليكوفاكشن ديت تعتبر من المشاكل التي تواجه مهندس التربه، وده بتبقى في السيزميك اريا. طب ايه الادفانتج بتاعت السويل امبروفمنت عن الكلاسيكال سوليوشنز؟ طبعا افويد ديب فاونديشن. يعني انا مش هبتدي اعمل ديب فاونديشن بيرنج كاباسيتي صغيره مفروض ان انا هعمل بايلز او خوازيق. لا، احنا هنتجنب الخوازيق اللي هي الديب فاونديشن. سو برايس ريدكشن اولسو انستراكشن ورك لايك سلاب اون بايل. Avoid soil replacement. ما كان في حل تاني للتربة اللي هي البيرين كاباستي بتاعتها صغيرة، ان انا اشيلها اعمل لها حفر واحط تربة تانية مكانها. فاحنا هنا هنتجنب عملية الاحلال. طبعا هنا save the time، هبتدي اوفر الوقت في تنفيذ هذه الحلول. Avoid to change site. ممكن الاقي ان الموقع ده مع كل الاحتياطات والحلول الكلاسيكال ممكن اقول السايت ده ما ينفعش، لازم اروح اعمل المشروع بتاعي في سايت تاني او في موقع تاني. يبقى avoid to change the site. واخر نقطه save money. Although this process of improving the engineering properties of soils has been practiced for centuries, soil stabilization didn't gain significant acceptance for highway construction in United States until after World War II. يعني ما لم يعط الأمريكان أهمية لتثبيت التربة في الطرق أو في الطرق السريعة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. طيب الـ basic بقى principles of soil stabilizations. أربعة principles. أول حاجة لازم evaluating the properties of given soil. يعني لازم ابتدي اجيب
خواص التربة اللي عندي اللي هي عايزة تتحسن. تاني حاجة ديزايد ذا ليكينج بروبرتي اوف سويل. طب انا جبت دلوقتي الخواص لكن في عندي نقص في الخواص ديت، في ضعف في الخاصية المعينة، لازم ابتدي اخد قرار ايه هو النقص اللي موجود في الخواص ديت. الخطوة التالتة choose effective and economical method for soil stabilization. مهم جدا ان انا ازاي اختار الطريقة الاقتصادية والمؤثرة لتثبيت التربة. بعد ما نختار الطريقة designing the stabilized soil mix for intended stability and durability values. يبقى هم دولت الاربعة principles للsoil stabilization اللي هي البيزك بتاعتهم. The improvement process under the situation when the influence zone is limited to less than 1 meter rods is called surface stabilization. يعني احنا عندنا في نوعين من تثبيت التربة. في عندنا surface يعني تثبيت سطحي، وفي عندنا نوع تاني بيسموه ground improvement أو تحسين التربة بس بتبقى عميقة. الفرق هو عمق التربة اللي انت بتعمل لها تثبيت. يبقى لو انت عايز عملية التحسين ديت تكون في موقع والمنطقة المؤثرة فيها في حدود 1 متر زي الطرق مثلا، ما هو الطرق انت عايز تعمل طريق مش عايز تعمل أساسات. الطريق دوت كفاية قوي 1 متر، لو انا عملت له stabilization خلاص يبقى انتهى، مش محتاج انزل للاعماق اللي تحت، فده بيسموه surface stabilization. اما بقى geotechnical process العمليه الجيوتقنيه of improving the engineering properties of the soil density shear strength parameters are improved while compressibility settlement and permeability reduce and making it more stable and durable is called ground improvement. يعني لو انا هبتدي اغير في الخواص الهندسية للتربة ان كانت كثافة او مقاومة القص او معاملات القص وحسنها، وكمان بقلل الهبوط والنفاذية وبخلي التربة في التالي stable، يبقى في الحالة ديت احنا دخلنا في الground improvement. وان شاء الله في هذا الشابتر هنتعرض إلى Surface Stabilization وأنواعها والGround Improvement في الأجزاء القادمة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.